أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إنجاز التصميم النهائي للهيكل الهندسي التجريبي للقمر الصناعي خليفة صقر. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة التي تسبق صناعة القمر الصناعي الفعلي للقمر الصناعي المخطط إطلاقه إلى الفضاء من اليابان عام 2018. كما طور المركز برامج المحطة الأرضية التي سيتم التواصل عبرها مع القمر لتشغيله عقب إطلاقه، ويدور خليفة صقر حول الأرض 14 مرة بسرعة 7 كيلومتر في الثانية، ويمر 4 إلى 5 مرات فوق دبي. يعد خليفة صقر ثالث قمر يصنعه مركز محمد بن راشد للفضاء، والأول الذي صنع بأيد إماراتية. وأوضح مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري أن هناك مشاريع مستقبلية أخرى. طبعا في البداية نحن نتكلم أول عن مشاريع الأولية. طبعا عندنا دبي سات 1 أطلق في 2009، ودبي سات 2 أطلق في 2013، وحين المشروع الجاي خليفة سات بنطلقه إن شاء الله في 2018. والمشاريع القادمة اللي بتنطلق السنة هذه عندنا مشروع نايف اللي هو كيوبسات مع الطلاب، وعندنا مشروع مسبار الأمل بينطلق في سنة 2020. إذا نقارن طبعا أول شيء طبعا قمر دبي سات 1 بدينا بتطوير القمر الصناعي في سنة 2008، وأطلق القمر في سنة 2013. فنتكلم عن التقنية من 2008 حتى اليوم في تغيير كبير، لأن هاي تقريبا 10 سنوات. فأول يعني أكبر تغيير طبعا دقة الصور. فبالنسبة للمستخدمين الصور الأقمار الصناعية أهم شيء بالنسبة لهم أهم معيار دقة الصور، لأن دقة الصور هاي تبين لهم وضوح الصورة، شو الأشياء اللي ممكن يقدرون يشوفونها في الصورة، شو الأشياء اللي ممكن يستنتجونها من الصورة، وهاي تحدد كل استخدامات الصور. فنحن دقة الصور زادت تقريبا 30 إلى 40% من دبي سات 2، وايضا زدنا سرعه التصوير، سرعه تنزيل الصور، الامور هاي كلها يعني كل الفيتشرز اللي ممكن تطور من القمر الصناعي وتزيد من استخدامه طورناها بتقريبا من 20 الى 60% زياده. وأكد مدير إدارة العمليات الفضائية المهندس محمد الحرمي أن تجربة دقة القمر الصناعي تجري من داخل مركز محمد بن راشد للفضاء للتأكد من صحة القمر وتقنياته قبل إرساله إلى الفضاء. في مركز محمد بن راشد للفضاء عندنا الغرفة النظيفة، نقوم بتجميع جميع الأجهزة الإلكترونية والقطع الميكانيكية والألواح إلى آخره، نقوم بتجميعها وتركيبها على قمر صناعي، ثم نقوم بتجربتها واختباراتها عن طريق برامج مطورة عن طريق المهندسين الإماراتيين، ونقوم بإرسال أوامر إلى القمر الصناعي اللي هو الهيكل نفسه، نرسل أوامر، نستقبل معلومات من القمر، نتأكد من الأرقام اللي توصلنا من القمر الصناعي، ويوم نسوي يوم نعمل على الأجهزة الإلكترونية، طبعا عندنا أجهزة مختلفة، ونقوم بمراجعة التصاميم اللي هي طبعا تكون requirements specifications، نركز على specification اللي بسويناه من البداية في القمر، هل هو متقارب من الرقم الموجود؟ إذا نعم طبعا نحط له أوكي، هالقطعة ناجحة ونكمل. من بعد إذا نتأكد من صحة سلامة القمر الأجهزة كلها أوكي، لأن في قطع تكون تجارية ما تكون مثلا قطع space qualified يعني الفضاء، فبعد يوم نتأكد من صحة القمر نقوم بشراء هذه القطع وإعادة تركيبها، ومن ثم إن شاء الله في حول 2018 نطلق القمر الصناعي. ومعنا من دبي مدير أول إدارة تطوير الأنظمة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء عامر الصايغ. سيد عامر أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. هذا ثالث قمر صناعي يصنعه مركز محمد بن راشد للفضاء، ما الذي يميز قمر خليفة صقر وما هي خصائصه؟ مشكورين أولا على الاستضافة وعلى متابعة مشاريعنا المختلفة. مشروع خليفة صقر يمثل نقلة نوعية، من حيث أن نحن هذا راح يكون أول قمر اصطناعي يبنى في دولة الإمارات بأيدي المهندسين الإماراتيين. طبعا من ناحية تقنية نتكلم عن القمر، عملنا فيه الكثير من التحسينات، عملنا فيه الكثير من الابتكارات الجديدة اللي ركزت على دقة الصور، سرعة التنزيل، وحركة القمر في الفضاء. أحد أهم ميزات القمر أيضا أن وقت مروره على منطقة دبي ومناطق العالم المختلفة
راح تكون مختلفة عن أوقات مرور الأقمار السابقة. في السابق الأقمار الصناعية كانت تمر على المحطات الأرضية من حوالي الساعة 9 صباحا إلى تقريبا 11 صباحا، لكن خليفة سات راح يعطينا وقت مرور مختلف، راح يكون في المساء من الساعة 1 إلى الساعة 2. طبعا هذا يعطينا تغطية أفضل من ناحية مرور الأقمار الصناعية في أوقات مختلفة، وبالتالي ممكن ناخذ الصور الفضائية في أوقات مختلفة ونتابع التغيرات التي تحصل في المناطق. نعم سيد عامر، يعني أنتم أنجزتم التصميم النهائي للهيكل الهندسي، ما الهدف من هذا الهيكل التجريبي وما هي التجارب التي ستتم عليه؟ طبعا احنا في البداية قبل اطلاق اي قمر اصطناعي نعمل على تصميم وتصنيع نموذج تجريبي، سواء يكون من ناحية الالكترونيات او حتى من ناحية النظام الميكانيكي. احنا نقوم بتصنيع مثل هذه النماذج على اساس نتأكد من سلامة جميع تصاميم لنا. الاقمار الاصطناعية بعد اطلاقها لا يمكن استرجاعها للارض، لا يمكن اعداد اي عمليات تصليح عليها، فبالتالي لازم تكون جميع التصاميم مجربة وتتم عليها الاختبارات في البداية، بعد ذلك نقوم بتصنيع القمر الفعلي راح يطلق إن شاء الله، وهذه الفكرة دائما في جميع مشاريعنا. نعم. طيب لماذا سيتم إطلاقه من اليابان، وحدثنا عن طبيعة العلاقة بينكم وبين شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة؟ طبعا عملية الإطلاق عملية صعبة، طبعا تعتبر من أخطر أوقات المراحل تطوير القمر الصناعي نفسه. عملية إطلاق تأخذ من 10 إلى 15 دقيقة فقط، فبعد عمل دؤوب لسنتين أو 5 سنوات في تطوير القمر الصناعي مجرد إيصاله للفضاء هذا يتطلب تقنية متخصصة جدا. حاليا في العالم كله في بعض الدول فقط اللي عندها مثل هذه التقنية، وإحنا في مشروع خليفة سات قمنا يعني النظر إلى جميع مختلف المقترحات المقدمة من شركات مختلفة في العالم، وتم اختيار الشركة اليابانية شركة ميتسوبيشي. طبعا شركة ميتسوبيشي لها الخبرة الكبيرة في هذا المجال، تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية أكثر عن 5 مرات في السنة الواحدة، ونحن متأكدين من يعني إن شاء الله راح يكونون الشريك المناسب. طبيعة التعامل معهم هم يعني بشكل مختصر يوفرون لنا صاروخ الإطلاق نفسه اللي يوصل القمر الاصطناعي للفضاء في المدار المعين اللي نحن نختاره. نعم سيد عامر، ما الخصائص التي تميز خليفة سات وماذا الذي يميزه عن غيره من الأقمار الصناعية؟ مثل ما ذكرنا احنا قمر خليفة سات من احد اهم مميزاته دقة وضوح الصورة اللي هو 0.7 متر. مثل هذه الدقة تمكننا نحن من استخراج معلومات مميزة ودقيقة للمعالم الموجودة على الأرض. طبعا هذه المعلومات يستفيدون منها الكثير من المستخدمين في الدولة وحتى في خارجها. أيضا القمر الصناعي يتميز بصغر حجمه، احنا دائما في أقمارنا نقوم بتصغير حجم الأقمار يعني بالتوازن مع يعني تطور التقنيات بشكل عام في العالم، وهذه يعني التقنيات ساعدنا في تقليل التكلفة في القمر نفسه. هناك خطة استراتيجية لمدة 15 عاما سيد عامر، حسب ما فهمنا هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الفضاء فقط، ما هي المشاريع المستقبلية لمركز محمد بن راشد للفضاء؟ مركز محاولات الفضاء طبعا دائما نحن في تواصل مع الجهات المختلفة في الدولة وبالتركيز على الجهات الحكومية. احنا كمركز حكومي نحاول نوفر الخدمات التقنية للجهات الحكومية وللمستخدمين. حاليا عندنا تركيز كبير على قطاع الفضاء بحكم ان هذا قطاع جديد في الدولة ومحتاج دعم كبير ومشاريع مختلفة. ايضا نحن عندنا مشاريع مختلفة في مجال الطيران الارضي، وايضا في تقنيات جديدة ان شاء الله راح يتم الاعلان عنها في القريب العاجل، بس بشكل عام احنا في المركز نحاول نجلب ثقافة التطوير والتقنيات المتقدمة والحلول المناسبة للمستخدمين في الدولة، وبالتالي جعل دولة الامارات سباقة في هذا المجال ان شاء الله. نعم خليفة سات هو أول تجربة إماراتية بحتة، لو تحدثنا عن هذا الموضوع تحديدا.
طبعا خليفة سات جاء بعد عمل تقريبا 10 سنوات بالتعاون مع الشركة في كوريا الجنوبية. كان دائما التركيز ان احنا نقل المعرفة للمهندسين الاماراتيين، والحمد لله بعد تجربة دبي سات 1 ودبي سات 2 في مشروع خليفة سات اعطينا الريادة للمهندسين الاماراتيين، ولله الحمد يعني لاحظنا يعني التواصل معهم من خلال نتائج العمليات لحد الان هناك القدرة المناسبة لجعل صناعة الفضاء تتواجد في دولة الإمارات بأيادي المهندسين الإماراتيين. طبعا هذا يتطلب جهد كبير، وأيضا يتطلب من يعني من المهندسين نفسهم تخصصات وخبرات معينة، وهذه الحمد لله اللي احنا شفناها على مهندسينا. بهذا الإنجاز سيد عامر، إلى أي مدى العرب قادرون على المنافسة في مجال الفضاء؟ مجال الفضاء طبعا مجال ملهم للكثير من الشعوب، يعني ومجال الفضاء اصلا يعتبر من اصعب التقنيات اللي موجوده في العالم. هناك يعني دول قليله اللي هي سباقه في هذا المجال اللي هي معروفه في العالم، يعني الدول العربيه والمنطقه العربيه تنظر للفضاء على انه مجال يعني امل، يعطي الامل للشباب العربي بشكل عام، يعطي الأمل لدول مختلفة بتركيز على الشباب، التركيز على التطوير، التركيز على جعل الدول هذه في مصاف الدول المتقدمة. يعني مشروع خليفة سات يمثل نقل مثل هذه التقنيات إلى دولة الإمارات، جعل دولة الإمارات رائدة في هذا المجال. هذه أتمنى يعني يحفز الدول المختلفة أيضا للدخول في هذا المجال.